في ناس مزقوقين وفي ناس مدفوع لها وفي فعلا اللي محرور على النادي فعلا وفي فعلا اللي كان متضايق وفي ناس غضبانه فعلا واحنا ما انكرناش ده، احنا واجهناه وكلنا بنتكلم واحنا اتكلمنا عن الاخطاء الفنيه بشكل صريح وبشكل فيه شفافيه كبيره جدا، احنا ما عندناش ازمه. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، الاهلي صحيح بيرد بانجازاته وبيرد ببطولاته وبيرد برموزه بلاعبته باسمه، لكن ما بيردش على الصغار، ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه. مش اي حد الاهلي هيرد عليه، مش اي حد، ودي حاجه مهمه جدا. ناس كتيره قوي يعني في تعليقات كتيره قوي بتجيلي على صفحاتي، انتوا لازم تطلعوا تردوا على فلان ولازم تطلعوا تردوا على علان ولازم كذا ولازم كذا. الاهلي ما بيردش على اي حد والسلام. الاهلي كبير ما بيردش غير على الكبير.